عشر من هذا الشهر كان الأول إلى 24 في نفس الشهر تحركت ثلاث مفردات تخص العراق اكتسبت أهمية استثنائية واستقطبت الرأي العام وهي مهمة ملف الكويت كانت لقاءات ابتداء على أعلى المستويات مع السادة المسؤولين الكويتيين وكان تفاهمهم ممتاز حرصهم على تطوير العلاقات العراقية الكويتية جدا ممتاز أيضا تم التطرق إلى ضرورة تطوير العلاقات السياسية لوقوف الأجانب العراق في مواجهة الإرهاب العراق سيواصل محاولاته وجهوده من أجل أن يحل المشكلة بطريقة سلمية احنا حريصين على إبقاء العلاقة حتى هذه اللحظة بينه وبين تركيا تركيا ثابت في الجوار مثل ما هي ثابت بالجغرافيا واحنا ننظر إلى الحكومات من خلال الشعوب قد يضطرنا الطرف المقابل أن نبدي ملاحظات على الحكومة لكن يبقى الشعب شعبا شقيقا بالنسبة لنا وتربطنا وياهم احنا ما مقصرين ونستمر على هذا لكن أيضا طالب بلدان العالم أن تقف بمستوى مسؤوليتها كنا على موعد مع اجتماع اللجنة المشتركة الخامسة وصار الاجتماع ووقعنا ثلاث مذكرات تفاهم وإذا أضفناها إلى سابقة المذكرات تكون قد بلغت 49 مذكرة منذ عام 2011 والمفروض نحن على موعد في الشهر الثاني عشر كان الأول لعام 2016 هنا في العراق هو اجتماع دوري للجنة المشتركة وأيضا جرى الحديث بتفعيل اتفاقية الملاحة في خور عبد الله وتعهد الكويت بتنظيف إجراء عملية تنظيف المجرى الملاحي وإزالة الغوارق للإنصاف واحد يقول مارست دور لدعم العراق القوات المسلحة العراقية مارستها خصوصا في تأمين الغطاء الجوي بعض الأحيان هذا موجود دبلوماسي في العلاقات السياسية وما تفرع عنها وإلى الآن عندنا نمشي بهذا الاتجاه أعتقد القضية أستطيع أن أعبرها أنها جيدة شكرا جزيلا صح